النهارده واحنا توقعنا ده وكانت المعلومات اللي بتجي لنا من هناك كده انه مارسيل كولر هيجري او هيجري كثير من التغييرات في تشكيله النادي الاهلي النهارده بعد ضمان جزء كبير من الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا هيريح بقى علي معلول يريح حمدي فتحي يريح كهربا يريح بيرستاو او حسين الشحات يريح بقى لعيبه عشان ما يديش رساله للاعيبته ان احنا الماتش دوت عادي وسهل ومش مهم لا التشكيله اللي لعبت مباراه الذهاب هي اللي هتلعب مباراه العوده مخاطره مخاطره ما فيهاش غير علي لطفي اللي نزل اضطراريا مكان محمد شناوي للاصابه بس ما بيهزرش ما بيهزر. ما بيديش مساحه لعيبه النادي الاهلي انها تقول ايه ما نريح شويه بقى ما ناخد نفسنا بلاش الارهاق وبعدين النهارده الكيمستري او الكيمياء اللي بقت عند لعيبه النادي الاهلي يعني مثلا مثلا يعني هتلاقي علي معلول بيتقدم فيخش مكانه محمد عبد المنعم فيرجع مروان عطيه في بنى اللعب تمام تخش تلاقي مثلا مروان عطيه دخل لقدام يرجع تلقائيا اليو ديانج حسين الشحات يخش في العمق تلاقي واحد علي معلول متطرف على الشمال وبرسي تاوي يخش في العمق فتلاقي حسين الشحات خد مكانه الطبيعي فبرسي تاوي يدي الكرة لحسين الشحات يعمل اسيست يعمل جون حاجات فنيه بتتعمل هي المفروض انها عاديه وسهله وبسيطه مش صعبه على لاعب الكوره بس احنا كنا بنقول عليها في مصر انها حاجه معقده على اللاعب المصري طيب مين اللي ما خلاهاش معقده مدير فني مدير فني كوف مدير فني خلى النهارده طاير محمد طاير احمد عبد محمد مجدي في وباقي اللاعبين على الدكه وما تحسش ان النادي الاهلي عناصر اساسيه ناقصه منه لا ما هو اللي دول اساسيين واللي بره يلعبوا اساسيين عادي والفرقه بقى فيها نجوم كتيره طيب على المستوى البدني النادي الاهلي ما شفتوش من 10 15 سنه شوف بقى انا مش ببالغ برضو من 10 15 سنه بهذه الحاله من الثبات في الحاله نفس كويس واضح ان التجهيز البدني واضح ان المعد البدني بيشتغل كويس جدا برضه جهاز فني ومدرب وتفاصيل كثيره جدا